السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الجزء الثاني، أدوات وطرق إدخال الذكاء الصناعي في التعليم. الأدوات دي هتساعدنا إن احنا نفهم الدروس بشكل أفضل، إن احنا نحضر الدروس بشكل أفضل. فهي موجهة أصلا للمحاضر أو للدكتور أو للمدرس اللي بيشرح، لكن برضو ممكن الطالب إن هو يستخدمها، بس بشرطين. الشرط الأولاني إن هو يفهم الحاجة اللي طلعت له، يعني هو مثلا سأل عن حاجة معينة، ما ياخدش الكلام كوبي بيست ويديله مدرس من غير ما عنده استعداد ان هو يناقش الحاجة. فاهم الدرس قراه كذا مرة، ما فيش حاجة اسمها كوبي بيست وتكون مثلا في النص كده انا مجرد روبوت والحاجة دي انا معرفوش. تاني حاجة ان هو يقول، يعني هو مش سر او كذبة فيروح قايل ايه انا عملت الواجب كله لوحدي، لا انا استعنت بالذكاء الاصطناعي في الجزئيه ديت، او استعنت بيه في كل حاجه وفهمته بشكل افضل. لو احنا بناخد كوبي بيست كده، الخلايا الرماديه زي ما هيركول بوغارو كان بيقول في قصه تحته مش هتشتغل. احنا عايزين لا الذكاء يشتغل، الذكاء الاصطناعي بيتطور فالذكاء الطبيعي بينام، فلا عايزين ان احنا ايه نعتمد على نفسنا. التولز دي تساعدنا مش تخلينا نكسل. طيب الأدوات بقى اللي معانا النهارده، الأدوات ديت من الأدوات السهلة وجميلة اللي أنا بستخدمها يوميا، حتى أول حاجة عندي هنا دي أداة أنا يعني شغال بيها على طول. لما أكون عندي مثلا أكتر حاجة بستخدمها بأمانة في الرد على الإيميلات، يكون عندي إيميل فأروح رد على الإيميل على طول، أقول له مثلا أنا كتبت إيميل فأروح أقول له إيه الإيميل أهوت، عايز ارد عليه بالايجاب او بالرفض، فيبدا يجهز لي الرد اللي انا عايزه. عندي حاجه كتبتها اقول له اكتبها لي بشكل اكاديمي، يبدا ان هو يعملها لي بشكل اكاديمي. انا شغال بالنسخه الفري وبالنسبه لي نسخه محترمه وكويسه جدا، وممكن لما تتطور تلاقيه معاك في كل المواقع وكل البرامج، وحتى ممكن تتطور في الاوفيس. فاي حاجه انت بتكتب تقدر ترجع عليها، ممكن تقول له لخص لي جمله كبيره، ممكن تقول له الجمله دي عايزك تشرحها لي، ممكن تقول له اعمل لي فحص جرامر وهكذا، اتاكد لي ان انا مش المقاله دي مش منسوخه من مقالات تانية، ان انا اللي كاتبها. يعني في برضه تولز يكتشف اذا كانت الحاجه دي مكتوبه بالذكاء الاصطناعي ولا لا، بس الادوات دي ما بنقدرش نعتمد عليها 100%، لان هو لو لقى مثلا واحد مش متخصص في الانجليزي مثلا وعمل اخطاء وبتاع وكده، او رتب الحاجه بطريقه مش كويسه، ممكن يروح قايل لك لا خلي بالك دي فيها ذكاء اصطناعي. طيب ده موقع في التعليم خاص بيه ان انت تعمل سمرايز للحاجة. طيب نشوف بقى الادوات اللي بعد كده. لو انا بجهز برزنتيشن عندي مثلا كانفا، ده يساعدني في ان انا اعمل برزنتيشن قوي. دي الاي بيساعدني في ان انا اعمل صور للبرزنتيشن، وعندنا سلايد اي اي، دي ادوات متخصصه في ان هو بيجهز لي البرزنتيشن. وسلايد جو، سلايد اي اي وسلايد جو مجرد تقول له انا بفكر في برزنتيشن عن كذا يبدا ان هو يعمله لك. وفي الاول كانت الحاجات دي مستواها ضعيف جدا، لكن مع الوقت بدات انها تتطور تبقى حاجه كويسه. طيب كانفا انا بستخدمه في ان انا بعمل صور كتيرة جدا، دوكومنتس، ممكن حاجات جراف، حاجات تساعدني في الشرح، برزنتيشن، كل ده. انت هتيجي هنا على البرزنتيشن وتقول انا عايز برزنتيشن، هو بيجيب لك تمبليت جاهز بحيث ما تبداش من الصفر، المقاس اللي انت عايزه، الشغل بتاعك. عادة طيب خلينا نختار مثلا ايه، مثلا برزنتيشن زي كده. ممكن تقول له انا عايز حاجة خاصة بالتعليم، هتلاقي حاجات كتيرة خاصة بالتعليم. مثلا لو انت عايز عندك درس عن ماريو ولا حاجه، كل عليك ان انت تعمل سيلكت التكست وتعدل فيه الصوره وتعدل فيه، وبعد كده تسيف الشغل بتاعك او تعمل لك سبورت. طيب يعني هتعمل سيلكت مثلا على دي جيم نايت وتعمل سيلكت. خلي بالك في حاجه اسمها ماجيك لايت، ماجيك لايت يعني خلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب لي اللي انا عايزه. اقول له لخص لي، كمل كتابة، اعمل رايت، مور فان،
ماشي، تقدر تخلي الذكاء الصناعي يسألك في حاجة. طب عايز تكتب انت، اعمل سيلكت واكتب اسمك مثلا، عايز تغير صورة اعمل سيلكت واعمل ريبليس للصورة، ممكن تعمل ابلود لأي صورة عندك ومجرد تسحب وتحط هو يبدأ ان هو يبدلها لك. دي صورة عملناها بالذكاء الاصطناعي. لما تخلص خالص هتقول له شير، احنا كنا شرحناه درس طويل الكانفا دوت فمش هنكرر. ممكن تقول له بعد كده انا عايز داونلود او شير، وتبدأ بقى تحمل اللي انت عايزه، تقول له داونلود مجاني. كل ده اللي احنا عملناه ده مجاني. امتى؟ لو انت بتسيب بس بصيغه اسمها اس في جي. اس في جي بس هي اللي عايزه تكون بفلوس عشان تتحمل معاك، انما لو فيديو او جي بي جي او بي ان جي او جي اي اف كل ده وبي دي اف كل ده مجاني. طيب هنا تقدر تقول له انا عايز مثلا ايه، صوره اطفال يلعبون الشطرنج في مصر، وتقول له انتر. هو يبدأ يعمل لك 4 صور، انت ليك تقريبا 15 مرة تطلب منه انه يعمل لك صور. تمام، انا قلت له قبل كده خلي قهوة قطة تشرب قهوة فعمل لي صور مختلفة بالشكل دوت. قلت له طب ابو الهول قريب من القطة، خلي ابو الهول نفسه يشرب قهوة ويلعب شطرنج وحاجات زي كده، عملها لي ده من غير ما تتعلم حاجات شديدة ولا حاجة خالص. هنا عمل لك الصورة دي. طيب نيجي هنا بقى، انت ممكن تسطبه عندك على جوجل سلايد او ممكن تسطبه عندك على الباوربوينت ويبدأ ان هو يشتغل معاك. ماشي، الاتنين دول نفس الفكرة نفس كل حاجة. خلينا نشوف مثال. تمام، مش انا شغال على السلايد، كل اللي انا عملته ايه، ان انا جيت في الاكستنشن هنا وقلت له اد وكتبت له كلمه سلايد اي اي. بعد كده ممكن اقول له انا عايز اعمل جنريت نيو سلايد او عايز اعمل حاجه مختلفه تماما زي ما انت عايز. فهو بيقول لك انت عايز تتكلم عن ايه، بتبدا تختار تكتب كلمتين ثلاثه كده عن الموضوع اللي انت عايزه، مثلا انت سهرت مصر مثلا، فهو يبدا ان هو يعمل حاجه. بص هتلاقي مثلا ايه، انا عايز توبيك، هديله توبيك وهو يبدا يعمل برزنتيشن، هديله تكست هو يبدا يعمل برزنتيشن، اديله بي دي اف يعمل برزنتيشن، من اليوتيوب يعمل برزنتيشن، موقع كامل يبدا ان هو يعمله لي. فهتلاقي البرزنتيشن اتعمل مثلا 10 سلايد وانت تبدا تختار وتشوف ايه اللي انت عايزه منه. طيب كانفا اتكلمنا عنه سريعا لان هو محتاج محاضرات، ممكن تشوف الفيديو. سلايد اي اي برضه شرحينه في الفيديو هنا. خلينا نشوف موقع اسمه برزنتيشن اي اي. هو اصبح الموضوع سهل، الموضوع بيتم خلال ايه، ان هو بيسال مثلا شات جي بي تي اعمل لي البرزنتيشن بتاعي، ويبدا ان هو ياخده. يعني انا عايزك تكتب لي مقاله عن مثلا مصر القديمه، فبعد ما اكتبه يقول له ايه، طب اقسمها لي على شرايح، طب اعملها لي باوربوينت. فتلاقي الباوربوينت بتاعك موجود جاهز بسهوله شديده جدا، مش مطلوب منك اكتر من انت تحمله تراجعه تبدا تشرحه. مجرد بس ايه انت المحاضره عن ايه او درس التعليم عن ايه. فهقول له هنا انا عايز ابدا اختار الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه. هنا البرزنتيشن اي اي تبدا بقى تقول له انا عايز حاجه مثلا عن الستودنت مثلا او انجينيرنج، هتتكلم عن ايه بقى، تبدا مثلا تختار. هنتكلم عن البرزنتيشن. تمام، واقول له ايه اعملها لي الاوتلاين، هيبدا يحط لي النقاط الرئيسيه. لو انا موافق على النقاط الرئيسيه دي، الشريحه الاولى الشريحه الثانيه الشريحه الثالثه وهكذا، لو انا موافق هقول له ايه اعمل البرزنتيشن بالشكل ده. طب لو انا مش موافق ادخل عدل، علامه الان دي يعني نيو لاين يعني سطر جديد، فانت تبدا انت تشوف عجبك البرزنتيشن موافق عليه. لو انا عجبك تقدر تعدل كريت برزنتيشن.
بس الموضوع سهل جدا وبسيط. وده طبعا النسخة المجانية، النسخة اللي بفلوس فيها إمكانيات أكتر. وبيقول لك لو أنت عندك ملف PDF أو وورد هيكون الموضوع أسهل من كده، إن أنت هترفع الملف هيروح مديلك البرزنتيشن على طول. البرزنتيشن بتاعنا جاهز أهو، أنا موقفتش الفيديو خالص، الأول واحدة تاني واحدة، وبعد كده لو أنت عايز تعمل شير أور إكسبورت. هو دلوقتي بيجهز الفونتات، ظبط لك اللون وظبط لك كل حاجة. اتفضل، كل حاجة جاهزة اهيت، وحط لك صور وحطها في جداول وحط المعلومات بشكل ممتاز جدا يعني. هو تقريبا عمل لك 10 شرايح، اكيد بفلوس هتبقى اكتر من كده، تقول له مثلا اعمل لي 100 شريحة ولا حاجة. طيب تعال نشوف موقع تاني. هنا مجرد بس ان انت هتقول له انا عايز برزنتيشن عن كذا، يبدأ ان هو يعمل لك برضو البرزنتيشن وتراجع عليه وتعمل له داونلود. هنا بيوتفول برضو نفس الفكرة، خلاص كل المواقع يعني نفس الفكره، تديله العنوان يبدا ان هو يعمل لك برزنتيشن باشكال مختلفه وصور وفيديوهات وكل حاجه. ده كده الجزء الثاني، انتظرونا في الجزء الثالث من ادوات ممكن تفيد المحاضر وتفيد الدكتور او المدرس اللي بيشرح الطلبه.